لو الحكاية فيها إن فيجو. مساء الخير عليكم. أنا دكتور حسن فكهاني، أستاذ مساعد الجلدية والتجميل كلية طب المنيا وزميل جامعة كيل الأمريكية. النهاردة أكلمكم على السيلوليت، المشكلة اللي بتعرض كل الستات. الستات بتتخن وتخس وتتخن وتخس، بتتخن لما تعمل أكل حلو وتخس لما تلاقي نفسها الفساتين ضاقت عليها، فيبتدي يتكون جدار سميك حوالين الخلايا الدهنية. الجدار ده بيخلي الجلد فوقيه مش مشدود، شكله زي ما يكون معرق كده، فده اللي بنسميه سيلوليت. طيب خطوات العلاج ايه؟ أول حاجة لازم نبقى عارفين إن الكريمات لا تعالج السيلوليت خالص، لأن السيلوليت في طبقة عميقة جدا من الجلد تحت الجلد، فمش هتوصل له الكريمات، فننسى الموضوع ده. تاني حاجة لازم نسرق اللايف ستايل بتاعنا يتغير، يعني لون الجلد وشدته هتعتمد على إن احنا نثبت الوزن لفترة طويلة. لنفضل نخس كتير ونتخن كتير في فترات متقاربة، لازم نثبت الوزن لفترة طويلة. النقطة التالتة استخدام الجلسات. الجلسات مهمة جدا للسيلوليت بجانب اللايف ستايل، ان احنا نعمل حاجة تدوب الدهون زي الكربوكسيد، ده عبارة عن غاز ثاني اكسيد الكربون بيتحقن تحت الجلد، بيدوب الدهون وبيشد الجلد ويجدد تكوين الكولاجين، لانه بيخلي الاكسجين يجري على المناطق دي كلها ويغذي الخلايا، في الخلية تشتغل احسن. وفي اجهزة تانية لتدويب السيلوليت زي جهاز الان بادي، زي الليزر بتاع التايت سكالبتينج اللي هو بيعمل تدويب للدهون وشد للجلد. كل الأجهزة دي بتقدر تعمل لنا زي تسييح للدهون، شد للجلد، وبالتالي تشيل لنا مشكلة السيلوليت من الستات. دمتم بصحة وسعادة، وأتمنى لكم كل الصحة والسعادة.